أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن الحصاد اليومي نقدمه لكم من شوف تيفي ونخصصه اليوم لذكرى 16 لعيد العرش. بداية، ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي إسماعيل اليوم بالقصر الملكي بالرباط حفل استقبال بمناسبة الذكرى 16 لتربع الملك على عرش أسلافها. ومن جهة أخرى، عبرت شخصية المغربية والأجنبية التي وشحها الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالرباط عن عظيم فخرها بهذا التكريم الذي يشكل مصدرا للتحفيز على المزيد من البذل والعطاء. وهكذا عبر المقاوم والزعيم السياسي محمد أي تدر الذي وشحه الملك بوسام العرش من درجة الحمالة الكبرى في تصريح لشوف تيفي عن تقديره الكبير لهذه الالتفاتة التي تركت صدى طيبا في نفسه كمقاوم مغربي، مضيفا أن رؤية الملك لطالما كانت إيجابية في جميع المجالات. لنستمع له في هذا الإطار متحدثا لمصطفى وشيح. نعتبر أنا إيجابية، نقدر على كل هذا الاعتبار ديال واحد من الناس اللي على كل في بداية داو خدمة ديالهم، خدمة لبلادهم، وثم كذلك تنتمنى تكون بداية واحد العدد، كذلك واحد عدد الناس اللي هما هنا كان إما من المقاومين إما من المثقفين إما من الناس اللي قدموا خدمات لوطنهم. كل دولة دائما تاخذهم بعين الاعتبار، تعطيهم واحد الرعايه والاهتمام بين المواطنين وبين المسؤولين في المستوى العالي. وعلى كل تهنيني بعد المناسبه تدار لي باش يكون اسمه ديالنا بين اسمه العمليه دوز الشروط يقاو فيها الناس كثير، ولكن اللي ممكن يتدار هو هذا. قدم لي تهنئه وعلق لي المشهد. من جانبه، عبر الفنان المغربي عبد القادر مطاع الذي وشحه الملك محمد السادس بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط عن سعادته بهذه اللحظة التي وصفها بالتاريخية وهو واقف أمام الملك. يعني من بعد واحد الشغل طويل من بعد 54 سنة ديال الشغل في خدمة الوطن وخدمة الفن والمسرح والثقافة، اليوم كيكون بالنسبة ليا واحد اليوم آخر، وبالخصوص بهذه الذكرى السعيدة ديال عيد العرش. أن سيدنا في الذكرى السعيدة وغالية على كل مغربي أنه يوسم لي بهذا الوسام هذيك، وكأنه كيقول لي شعب القادر كما سماني بسميتي، كأنه كيقول لي راك ما انتهيتيش، راه ما شحت خديتي الوسام راك انتهيتي، لا أنا كان قلبك مسؤولية عملك، كمل استمر، وهذا هكذا خديت المسألة رغم الإعاقة ديال العمل ديال العينين، مازال إن شاء الله نكمل، مازال نعطي، مازال نبدع، مازال نخلق، مازال نمثل، مازال نساعد المغاربة، مازال نعطي اللحظة السعيدة للمغاربة، وهذا واجب عليا. فهذا هو الإحساس اللي جاني وسيدنا كيقلدني هذا الوسام الشريف. وبالمناسبة أشكره جزيل الشكر وأنا في خدمته، لأن من طبعي أنا ملكي النزعة، مالكي المذهب، أنا هكذا غير من عرقة حياة 100 عمر، الحمد لله، لأن عشت حياة ديال ثلاثة الملوك، عشت أم عائد محمد الخامس فقط التحليل، عشت العهد ديال الحسن الثاني الملك الباني
وهاني كان عايش بحمد الله العهد محمد الثالث بالي البشر باش يعني كي يلم البشر. فهذا شيء يصعبني وهذا الوسام هذا هو قلادة ديال المسؤولية كبيرة غادي نزيد مازالو قدام وغادي نزيد يعني شوف الكهرباء هي كبيرة غادي تخلينا نعطي أحسن وأكثر إن شاء الله. طيب الله يجيب السيناريوهات مزيانة والمواضع الأدبية المزيانة الممتازة اللي نفقه بها وننبه بها وننمي بها ونرشد بها باش تكون كنحسيوها. أول حاجة بدرت من النبوة حاجة جميلة جدا جدا وش اللي قريب لي هو قريب لي وساكن لي في قلبي ولكن أول حاجة قال لي مرحبا بك السي عبد القادر هكا أنا اللي عيطت لي سميتي كنحس واحد الإحساس خاص ما قالش ما قالش سي مطاع قال سي عبد القادر مرحبا بك بصح هذا الوسام الله يجعلوا لي بالخير والبركة وأنا قلت لي ما أسعدني في هذه اللحظة ما أسعدني وما أسعد أسرتي اليوم وما وكيف غادي يكونوا الاحفاد ديال الاحتفال ان شاء الله. الى ذلك عبر الممثل المسرحي مصطفى الدسوكين مباشره بعد توشيحه من طرف الملك بوسام المكافاه الوطنيه من درجه ضابط عن فرحته وسعادته الكبيره بهذا التوشيح الذي اعتبره تكريما للاسره الفنيه لنستمع له مباشره بعد التوشيح. بالمناسبة أنا كنقول لها كنقول لك بأن التكريم هذا هو تكريم الأسرة الفنية ماشي الدسوكين هذا تكريم الأسرة الفنية وهذا بالمناسبة ديال هذا العرس المجيد تنهم من جلالة الملك الله يطول عمره. شفتي في الفيلم عندي صحيح حتى كي داير لاباس يعني بغينا نشوفكم هذا واحد الكلام طيب شوف هذا لا هذيك الوقفة قدام هذاك الرجل الكبير العظيم انك لا التعبير التعبير الثاني عزيز عن التعبير شكرا لجلالة الملك شكرا 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 للناس المسؤولين. وكان الملك قد قدم صباح اليوم وساما ملكيا لأربعة فنانين ويتعلق الأمر بكل من عبد القادر مطاع عزيز موهوب مصطفى الدسوكين والراحل محمد البسطوي في شخص ابنه. ومباشرة بعد هذا الحفل وأكد الملك محمد السادس أن المغرب لن يسمح أبدا بالتطول على سيادته ووحدته الترابية. جاء ذلك خلال الخطاب الذي وجهه إلى الأمة اليوم بمناسبة عيد العرش وقال أن المغرب لن يسمح أبدا بالتطول على سيادته ووحدته الترابية ونموذجه المجتمعي كما لن يقبل بأي محاولة للمسي بمؤسساته أو كرامة مواطنيها. وشدد الملك على أن التطورات التي عرفتها قضية الصحراء أبانت عن صواب موقف المغرب على المستوى الأممي. وفي سياق بالخطاب الملكي أشار رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية محمد بن حمو في اتصال مع شوف تي في لأن خطاب الملك محمد السادس اليوم بمناسبة عيد العرش وقف بالأساس عند التحديات التي تنتظر المملكة رغم أهمية الأوراش المنجزة إلى أنها تظل غير كافية بالنسبة للملك محمد السادس. هو خطاب كذلك أشار إلى معضلة التعليم وإشكالية إصلاح التعليم وتحسين المجتمع من الآفات التي يعني تنجم عن غياب الدور الحقيقي للمدرسة. وخطاب يعني جاء ليفيد بأننا ندخل في مرحلة جديدة لإصلاح منظومة التعليم لا تقوم على السياسات السابقة التي كانت سياسات الإصلاح دائما ولكن باستراتيجية جديدة تقوم على الانفتاح وتقوم كذلك على تطوير منظومة التعليم في إتقان اللغات الأجنبية وانفتاح على العالم. وارتباطا بالخطاب الملكي شدد الملك خلال خطابه اليوم على ضرورة إصلاح قطاع التعليم قائلا يجب أن يظل هذا القطاع بعيدا عن الأنانية وعن أي حسابات سياسية ترهن مستقبل الأجيال الصاعدة بدعوى الحفاظ على الهوية فمستقبل المغرب كله يبقى رهينا بمستوى التعليم الذي تقدمه أو نقدمه لأبنائنا يقول الملك. في سياق الإصلاحات التي دأبنا على القيام بها من أجل خدمة المواطن
يظل إصلاح التعليم عماد تحقيق التنمية ومفتاح للانفتاح والارتقاء الاجتماعي، وضمانة لتحسين الفرد والمجتمع من آفات الجهل والفقر ومن نزوعات التطرف والانغلاق. لذا ما فتئنا ندعو لإصلاح جوهري لهذا القطاع المصيري بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب. ولهذه الغاية كلفنا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وبلورة منظور استراتيجي شامل لإصلاح المنظومة التربوية ببلادنا، ولفى بما ينبغي أن يكون عليه الإصلاح. نطرح السؤال: هل التعليم الذي يتلقاه أبناؤنا اليوم في المدارس العمومية قادر على ضمان مستقبلهم؟ وهنا يجب التحلي بالجدية والواقعية والتوجه للمغاربة بكل صراحة. لماذا يتسابق العديد منهم لتسجيل أبنائهم بمؤسسات البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة رغم تكاليفها الباهظة؟ الجواب واضح: لأنهم يبحثون عن تعليم جيد ومنفتح يقوم على الحس النقدي وتعلم اللغات ويوفر لأبنائهم فرص الشغل والانخراط في الحياة العملية. وخلافا لما يدعيه البعض، فالانفتاح على اللغات والثقافة الأخرى لن يمس بالهوية الوطنية، بل العكس سيساهم في إغنائها، لأن الهوية المغربية ولله الحمد عريقة وراسخة وتتميز بتنوع مكوناتها الممتدة من أوروبا إلى أعماق إفريقيا. ورغم أنني درست في مدرسة مغربية وفق برامج ومناهج التعليم العمومي، فإنه ليس لدي أي مشكل مع اللغة الأجنبية، والدستور الذي صادق عليه المغاربة يدعو لتعلم وإتقان اللغات الأجنبية لأنها وسائل للتواصل والانخراط في مجتمع المعرفة والانفتاح على حضارة العصر. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لختام حصادنا اليومي والذي خصصناه اليوم للذكرى 16 لتربوعي الملك محمد السادس على عرشه والخطاب الذي وجهه اليوم إلى الأمة الملك بهذه المناسبة. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله. قبل ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم. ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في، ان سامبل كليك في هذا لو بوتون، وما فيها باس الا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على ارائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. من الظل البيضاء اوريو، هاد العلم الرائده في لي بسكوي دخلت الموسوعه غينيس. اجيو نشوفو كيفاش وعلاش. غادي نحطمو الرقم قياسي عالمي اليوم في العدد ديال الناس اللي غادي ياكلوا اوريو دقه وحده واجدين. ايها سيدي، اوريو حطم رقم قياسي عالمي جديد من خلال تنظيمو هاد الحفل اللي حضر ليه 2482 شخص، كلهم جاو يذوقوا المنتوج ديالنا اللي المغاربه كاملين كيحماقوا عليه، واللي تم انتاجه في المغرب اخر مارس 2015 باستثمار بلغ 105 مليون درهم. اوريو عزيز على المغاربه كاملين، هاني بعدا انا كنعترف بها. اوريو هاد البسكوي البنين متوفر بشكل كبير في مختلف جهات المملكه وغير بزوج دراهم. ايوا دابا كلشي يقدر ياكل اوريو.